ذكرتم حفظكم الله أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى شيء منه شيء، أما زيادة الإيمان فهل يزيد حتى يكون العبد كامل الإيمان؟ نعم يزيد، يزيد الإيمان حتى يكمل، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. لذلك يجب على المؤمن أن يحافظ على دينه وعلى أعماله الصالحة وعلى التوبة والاستغفار حتى يبقى إيمانه ويتكامل، حافظ عليه. نعم.